اهلا بيكم في قناة وان جان. النهارده عندنا فيديو جديد لفيفا. فيديو النهارده مختلف شوية، هيبقى فيه مان اوف ذا ماتش محمد صلاح، سكواد بيلدر يعني ديو كوستا تشارلي. يعني حبيت اغير شوية، كنت عايز بس اعتذر لكم عشان الفترة اللي فاتت ما نزلناش اي فيديوهات، تقريبا بقالنا 3 شهور كده يعني، كان عشان عندنا امتحانات ومذاكرة وكده، بس خلصنا خلاص وبإذن الله هيبقى في انتظام اكتر في تنزيل الفيديوهات. المهم في خطة 4-3-2-1 من رأيي أحسن الخطط اللي فيها السنة دي. الرايت فورورد عندنا محمد صلاح، اشتري 252,000، لكن دلوقتي سعره صغير بقى أرخص بكتير تقريبا. ليفت وينج عندنا شيرلي، الاسترايكر عندنا كوستا، يعني عنده فينيشنج كويس جدا، سترينث كويس، من أفضل المهاجمين في اللعبة من نظري. سيس فابريجاس يعني عنده باسنج كويس، ديفندنج كويس، بشكل عام هو لاعب كويس. فاليرو هو مش كويس بس انا جايبه عشان الكيمستري مع محمد صلاح. رايت باك عندنا ريتشارد، عنده سترينث طبعا كويسه وديفندنج كويس، رايت باك كويس بشكل عام يعني. بعد كده الرايت سنتر ميد سبوت عندنا كاليهون، انا جايبه عشان السرعه بتاعته بس يعني، عنده 91 او 90 بيس، فيعني تغيير الفريق. في السنتر باك، السنتر باك اليمين هيبقى كاهل، من افضل المدافعين السنه دي طبعا، عنده السرعه، عنده القوه، عنده الفيزيكال، عنده كل حاجه. ليفت سنتر باك هيبقى اونوا، برضو من مدافعين مش طبيعيين في اللعبه دي، 83 بيس، 84 سترينث، برضو من افضل المدافعين في اللعبه. في الجول كيبر كنت هروح لكورتوا بس يعني لقيت ان كورتوا اغلى وزي تشيك بالظبط، فرحت مع تشيك وخلاص. ليفت باك عندنا مورينو، يمكن احسن ليفت باك في البريميوم ليج، وهو وكليشي هما بس اللي في البريميوم ليج واضحين قوي، بس يعني هو عنده 2 بلس بيس، فانا اخترت ان انا اروح معاه. بس كده البنش حطيته بطريقه عشوائيه طبعا. محمد صلاح اشتريته ب 252,000، لعب معايا 89 ماتش، يعني هو لاعب كويس بس مشكلته الفينش بتاعه سيء جدا. البنش اهو انتوا شايفين عندي ثيرد ان فورم ميسي رافائيل، لو حبيتوا تشوفوا اي بلاير ريفيو يا ريت تقولوا لي في الكومنت وانا باذن الله هعملها. عندي يعني لعيبه كويسين، ميسي، رافائيل، تيمو زيير هندرسون، تيمو زيير هندرسون اسف، تيمو زيير كلاين، محمد صلاح طبعا الاستاتس اللي مش عارفينها. المشكله اللي عنده محمد صلاح الفينشينج، فعلا 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 هيجيب لك فرص كتير جدا لكن هيضيع اكتر ما هيجيب، فده العيب الوحيد في محمد صلاح. لعبت بالفريق دوت 5 ماتشات وكان اهم الهايلايتس هي دي. كان افضل لاعب في الفريق ديو كوستا، جاب لي في ال5 ماتشات 4 اجوان و2 اسيست. اسوء لاعب للاسف انا بقولها وانا زعلان يعني، محمد صلاح ما جاب جون وما جابش ولا اسيست، يعني هو كان جاب فرص كتير جدا لكن كان تقريبا كان كل مره بيضيعها. رغم ان هو ما عندوش فينيشنج سيء قوي يعني، عنده 74 فينيشنج. الخط الوسط كان كويس، كان فابريجاس كان كويس، عنده باسنج كويس، عنده ديفندنج كويس، دريبلنج كويس. فاليرو برضو كان مش بطال، عمل كام اسيست كويسه. كاليهون كان كويس، جاب كام جون وعمل 2 اسيست تقريبا. الديفنس هو كان افضل حاجه في الفريق. رايت باك ريتشارد كان فعلا يعني احسن مما توقعت يعني، هو عنده بيس قليل لكن عنده فعلا سترينث تعوض عن البيس بتاعه. الكاهل طبعا كلنا عارفين من افضل السنتر باكس اللي في اللعبه، عنده 84 ديفندنج، 74 بيس، عنده هيدنج كويس، جاب لي كام جون من الكورنرات. والاونوا طبعا من غير اي كلام اكتر مدافع اوفر بارد في اللعبه، عنده 83 بيس، 84 سترينث. برضه مورينو كان كويس جدا، ما كانش فيه اي عيب. وبيتر تشيك بالنسبه لي زي كورتوا بالظبط، الفرق بس ان دوت اغلى من ده بكتير يعني، لو انت ما عندكش كوينز كتير وعايز حارس كويس في البي بي ال انا بنصحك ببيتر تشيك. بس شكرا على المشاهده، واتمنى لو الفيديو كان عجبكم ما تنساش تسيب لايك سبسكرايب وفيفر. Here we are with a massive scoreline, 4-1. That's a good effort, really, for a team that has been looking well beaten up to now. Abdoulaye Konko. 7 more minutes to go. They've got a great understanding, this team. Just look at the passing.
defender hasn't done well at all. Great chance. Takes the shot off. Oh, so close. Hit the post. Well, we've got a free kick. On top of the ball, then. Yeah, and that'll give him some much-needed confidence. This could be it. Goes for goal. Well, how's he done that? It was a great move and a great margin. He missed by.